والقوى الوطنية ومرشحه الرئاسة لمناقشة الموقف من وثيقة المبادئ الدستورية ومع الصلاح والنهضة، حزب فرسان المستقبل، حزب الحضارة، حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب البناء والتنمية، حزب الوسط، حزب الإصلاح، حزب التوحيد العربي، حزب العمل، حزب السلامة والتنمية، حزب الوعي، وحزب العدل. وحضر من الشخصيات العامة المستقلة والقوى الشعبية، حركة التوافق الشعبي، حركة شعب تيار الاستقلال الوطني، اتحاد شباب الثورة، ائتلاف الرياضيين المصريين، حركة 6 أبريل، اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، حركة شباب ثورة 25 يناير، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة المصري الحر، جبهة حماة الثورة. وتوافقوا على إصدار البيان الآتي. طبعا أثناء النقاش اتفق المجتمعون على أن الوثيقة التي عرفت إعلاميا بوثيقة السلم مرفوضة تماما من الجميع، وهذا البيان يعبر عن رأي الحاضرون في هذا اللقاء. انطلاقا من إيمان المشاركين في اجتماع الأحزاب والقوى السياسية ومرشح الرئاسة بأن الشعب الذي استرد حقه في الاختيار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة، فقد جددوا تمسكهم بهذا الحق وتصميمهم على حمايته ومقاومة أي محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه، وحرصهم على أن يكون الدستور الجديد معبرا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية والمشاركة الحرة. وأكد الحاضرون أن معارضة مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية وفقا للصيغة التي طرحت أخيرا وأثارت جدلا واسعا، إنما تنطلق من هذا الموقف المبدئي وتهدف إلى حماية دور الشعب ورفض أي مصادرة لإرادته. ولما كان هذا هو هدف المجتمعين، وبعد دراسة الوثائق التي سبق طرحها وفي مقدمتها وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي، فضلا عن مشروع وثيقة مجلس الوزراء الأولى التي عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية خالية من المادتين 9 و10 اللتين اقحمتا في الصيغة الأخيرة وبدون القسم الأخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وهذا التوافق يؤهل هذه الوثائق لأن تكون وثائق يسترشد بها. هذا التوافق يؤهل هذه الوثائق لأن تكون وثائق يسترشد بها عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارا، لا يفرض على أحد، وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر، وتقديرا للدور الوطني للقوات المسلحة وتأكيدا لحرص المجتمعين عليها، فإنهم يؤكدون على ما يلي. 1. اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشورى لوضع دستور جديد، نرى أن تكون لجنة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب،
وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني ويحظى برضا كل فئات المجتمع. ويؤكدون أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على أعمال جمعية تأسيسية تعبر عن التوافق الوطني يتعارض مع الهدف من هذا التوافق، فضلاً عن أنه يصادر إرادة الشعب المنوط به دون غيره إبداء الرأي في مشروع الدستور قبولاً أو رفضاً، ويتناقض مع النص الواضح في مقدمة مسودة الوثيقة الذي يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطان، ولا ينبغي أن الشعب هو مصدر السلطان ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير ودون الحاجة إلى إعلان دستوري بشأنها أو غيره حيث تكفي إرادة الشعب. 2. سوف تظل القوات المسلحة التي حمت الثورة المصرية بكل تاريخها الوطني في قلب وعقل كل مصري يدافع عنها كما تدافع هي عن حدود الوطن. لذا يؤكد الحاضرون أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي التي يجب أن تراعى عند وضع الدستور لوضعها في المكانة اللائقة بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية، ومراعاة هذه الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها دون الحاجة إلى إعلان دستوري لهذا الأمر في الوقت الحالي. وأن القوات المسلحة كباقي مؤسسات السلطة التنفيذية تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية. 3. وجوب إعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ينتهي بانتخابات الرئاسة في غضون شهر أبريل 2012. لذلك يطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى الوطنية إنهاء الجدل حول هذا الموضوع والتوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية سالفة الذكر والتي سبق أن تم التوافق عليها في رحاب الأزهر وفي اجتماعات التحالف الديمقراطي والقوى الوطنية، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الجدول الزمني لتسليم السلطة بحيث يتم في الموعد المذكور. انتهى يوم الجمعة 18. الموقف سيتحدد وفقا لمدى الاستجابة من الجهات المعنية اللي احنا بنتوقعها بحد أقصى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، بنتوقع الاستجابة قبل الأربعاء إن شاء الله وبحد أقصى يوم الأربعاء. إذا لم يتم الاستجابة سيتحدد الموقف المناسب بالتشاور بين كل القوى المشاركة اليوم. سؤال ثاني. ايه هو الدكتور قال احنا دلوقتي لو لاحظتوا ان احنا اخر البيان كنا بنطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه وبنطالب الحكومه والقوى الوطنيه التوافق على الوثائق اللي هي وثيقة الأزهر وثيقة التحالف التي سبق أن حدث عليها توافق وإجماع كبير حتى ننهي هذا الجدل، وفي فرصة لغاية يوم الأربع إن لم يتم هذا التوافق فسيكون هناك شأن آخر بتحديد النزول إلى المليونية من عدمه بالتشاور مع الحضور جميعا. دكتور أنا شايف إن البيان بتاع الأرض ما جابش كبير على البيان الوطني. ده رأيين ده ايه الدكتور النهارده؟ اتفضل. من السؤال؟ طب يا ريت حضرتك تجاوبني عليه يا دكتور. نعم. حابب
المجلس العسكري ما حددش جدول زمني اجتماع آخر لتحديد التصعيد والاحتجاج على الموقف. حقيقة المجتمعين النهاردة كلهم مصرون بلا استثناء أن ننهي هذا الجدل حتى نتفرغ للانتخابات. فهذا الجدل بيستنزف جهد وقوة ليس فقط الأحزاب والقوة والمستقلين المشاركين في الانتخابات، وإنما يستنزف بدل ان الاعلام ما يغطي الانتخابات ويشرح للناس بتنتخب ازاي، مشغولين بقى بالوثيقة ومن اللي قبل الوثيقة والمعايير، وهذا تعطيل مقصود لتعطيل العملية الانتخابية او على الاقل التأثير عليها. دكتور ممكن في جملة واحدة مرة تانية بس هو الموقف الموقف الحضور كلهم بالوثيقة؟ ما قال الحضور جميعا يرفضون الوثيقة التي عرفت إعلاميا بوثيقة السلم، ويودون العودة إلى الوثائق التي تم التوافق عليها، وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف، على أنها وثائق استرشادية.